إذا كانت قد فشلت الآليات الدولية في حل النزاع في اليمن، فهل تستطيع وثيقة المبعوث الأممي التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين؟ ما هي الضمانات وما هي إمكانيات التنفيذ؟ أهلا بكم. إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، أشار فيها إلى مشاورات يمنية جديدة في السويد، وأكد حصوله على ضمانات من الأطراف اليمنية للحضور إلى المشاورات. المشاورات القادمة سترتكز على وثيقة قام هو بإعدادها، غير أن شكوكا كثيرة حول جدية الميليشيا في الخوض بسلام دائم. أما أن معركة الحديدة كان لها تأثيرها على ثقة المبعوث بالتزام جميع الأطراف. في الاتجاه الآخر، بدا مشروع القرار البريطاني الذي أشير إلى قرب تقديمه لمجلس الأمن التفافا على المشكلة بالبحث عن طرق الاستجابة الإنسانية فقط دون البحث عن مسألة استعادة الدولة، وتساؤلات عما سيفضي إليه هذا القرار عوضا عن بقية القرارات الدولية والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالأزمة اليمنية. جلسة جديدة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، حضر الخصوم والمصالح ورسموا الآمال والمخاوف معا في خطابات المتحدثين عن بلد يكاد يغيب عن الخارطة. يقول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن أنه يقترب من حل القضايا المتعلقة بالتحضير للجولة المقبلة من المحادثات في السويد. المبعوث الأممي أشار في إحاطته إلى أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في البلاد. رغم الفشل الذريع الذي صاحب جولات المشاورات خلال السنوات السابقة، تحدث جريفيث بثقة أمام مجلس الأمن الدولي في أنه حصل على ضمانات من الأطراف اليمنية للحضور إلى المشاورات القادمة. المشاورات التي ستبدأ خلال الأسابيع القادمة سترتكز على وثيقة تهدف لوقف إطلاق النار في اليمن، أعدها المبعوث الأممي كما أشار. يقول اليمنيون أن لدينا مرجعيات ثلاثا وبيانات أممية وبندا سابعا لم يستطيعوا إيجاد حل للمأساة اليمنية، فما الذي ستقدمه هذه الوثيقة؟ في الجلسة ذاتها أعلنت بريطانيا أنها ستتقدم بمسودة قرار إلى مجلس الأمن من شأنها دعم مطالب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الشؤون الإغاثية الطارئة. مشروع القرار البريطاني يقدم كما يراه البعض حلولا جزئية لمشكلة كبيرة تبدأ بالمجاعة التي تفتك باليمنيين وتنتهي بدولتهم المستلبة من قبل ميليشيا الحوثي. انتقادات حادة للآليات الدولية التي ذهبت لمراعاة مصالح الجماعة المسلحة والبحث عن معالجات ثانوية في الوقت الذي يفترض بها الانتصار لإرادة اليمنيين. الدعوات للمباحثات الجديدة، ما الذي تغير؟ وما الذي يستطيع أن تحدثه مباحثات جديدة مع الميليشيا؟ خصوصا أن هناك من يسعى لتصوير الأحداث أنها أزمة بين ميليشيا الحوثي والتحالف في محاولة للقفز على الحكومة وشرعية اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن إحاطة جديدة للمبعوث الأممي في مجلس الأمن، كيف قرأتها أنت؟ نحن في يعني مرحلة خطرة، يعني كنا نعتقد أن ولد الشيخ كان الأسوأ، فإذا بنا بمبعوث أممي آخر بأجندة أخرى بأداء أكثر سوء بوضعية أكثر، يعني إحنا أمام ما يسمى بمفصل تاريخي خطير. اليمن لا تحتاج إلى قرارات ولا تحتاج إلى، يعني هناك قرارات بما فيها الكفاية، 2016 لدينا قرارات أممية كثيرة، لدينا مخرجات حوار. نحن كنا بحاجة إلى يعني توجه دولي صادق بتنفيذ تلك القرارات. الآن الأزمة الإنسانية اليمنية، يعني ما يسمى انعكاسات الحرب أصبحت وكأنها هي الحدث. هناك عنصرين اثنين، العنصر الأول
أصبح المجتمع الدولي يتحدث عن أزمة إنسانية، وهذه موجود طبعا لا ننكر ذلك، وعن تدهور أوضاع إنسانية، وكأنه نسى أو تناسى الفعل الذي أدى إلى هذا الانقلاب على السلطة الشرعية، وجود حوثيين، جماعات ميليشياويات، الموضوع عبثا يعني تم حكبه، وظهور أزمة إنسانية. جاءت حادثة إسطنبول واغتيال جمال خاشقجي، وتوجه المجتمع الدولي لإيقاف المعركة في توقيت، أقولها إيقاف المعركة في توقيت يتم فيها استنزاف المملكة العربية السعودية واستنزاف بقية دول التحالف، هذا على حساب الشعب اليمني. لذلك أعتقد أن الحوثيين في هذه في هذا الدعوة الأخيرة سيذهبون، لأن هناك توجه دولي، المناخ الدولي لصالحهم، سيذهبون ليس للتسوية، لأن نحن هذا الكلام نحن لا نتحدث مع جماعة يعني لا نعرفها، ولا مع جماعة لا نعرف خلفيتها، ولا جماعة لا نعرف سلوكها. هذه جماعة عقائدية عندها إيمان مطلق بأن شرعية الحكم للبطنين، بأنهم الحق بالسلطة، وهذا على مستوى العقائدي. على مستوى الفعل اللي حدث 14 سبتمبر في 21 سبتمبر، هذا يعتبر ثورة مضادة للعودة إلى السلطة. نحن أمام جماعة تسعى للعودة إلى السلطة، هذا على مستوى اللي هو الحدث. على مستوى العقيدة هي لا يمكن لها أن تدخل في حوار مع الأطراف، ولا يمكن لها أن تقبل بالتوافق حول سياسة وطنية، وإن قبلت فقبلت لأن في هناك ظروف دولية متعلقة بالحفاظ على حكم ذاتي، ببقائهم على شاكلة حزب الله، حتى البقاء على ما طرح وزير الدفاع أنهم البقاء الجماعات على ذاتها، هذا يعني أنهم حققوا الهدف، بحيث أن اليمن لن تستقر ولن يتم توحيد الجغرافية اليمنية، لأن هناك حديث خطير صرح به وزير الدفاع الأمريكي في 29 أكتوبر، إنه قال بقاء الأطراف كما هم، كل كما هو عليه، بمعنى إنه الحوثيين يحكمون هنا، الحراك الجنوبي هنا، السلطة في الرياض، تعز قطع منفصل، مأرب محافظة مستقلة، الساحل الغربي سيكون ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وجزء من السلطة الشرعية. يعني نحن أمام وضعية قد تستمر 20 إلى 15 سنة من هذه الوضعية، والهدف هو استنزاف. يعني أنت من خلال كلامك دكتور عبد الباقي، لا تجد في إحاطة المبعوث الأممي الجديدة أي موضوعية؟ أعتقد الرجل يعني لتحرك بعيد، ويعني إذا كنا انتقدنا ولد الشيخ بشكل عنيف، وكنا يعني كان ولد الشيخ على الأقل يعني يخجل، وكان على الأقل يمشي في مسار يعني يقترب من المرجعيات، هذا الرجل يريد أن يصدر قرارات تقطع مع المرجعيات الثلاث. لكنه تحدث، يعني كان في إحاطة يتحدث أن سترتكز المباحثات أو المشاورات الجديدة على المرجعيات الثلاث، منها سترتكز. نحن لا نتحدث عن ارتكاز ولا اعتماد، عن ماذا نتحدث؟ لا نحن نتحدث عن مرجعيات، يعني نعم هو قال أنها ستكون على أسس المرجعيات الثلاث. تحركات الرجل واتصالاته، تحركة المبعوث الأممي واتصالاته ولقائه بالأطراف تبشر مع قرار، مع إشراف بريطانيا المباشر. نعم، يعني ربما تحدث عن بريطانيا، يعني مجلس الأمن أصدر قرارات تحدثت أنت عنها، ربما آخرها 22/16، لما تسعى بريطانيا إلى استصدار قرار جديد؟ هل تحتاج اليمن قرار جديد؟ هل الإشكالية في القرارات؟ هذا الذي كنت أنا يعني قدمت هذه التقديمة، حتى ليس لإحباط الناس، ولكن للاستعداد لكل القوى اليمنية الوطنية والحزبية ولجماهيرنا في الداخل، أن لا نترك مصيرنا. نحن ليس بحاجة إلى قرارات يعني جديدة، لأنه إذا جاءت قرارات، لأنه هناك يعني دعيني أتكلم بأكثر صراحة لو سمحتي. يعني لدينا الآن، ما تحدثنا عن الموضوع أصبح ممل، يعني أصبح الموضوع أكثر ملل عندما نتحدث أن الإمارات العربية المتحدة خلقت
فاعل غير الدولة في الجنوب، وأصبح هناك طرف جديد في المناطق الجنوبية يتحدث أنه طرف مع المتغيرات وتأجيل يعني حسم العسكري، أصبح هناك طرف في المناطق الجنوبية، وهناك طرف في صنعاء وما حولها، وهناك مناطق ما زالت يعني فيها صراع، بالتالي هناك أطراف جديدة. هذا الذي نخشى منه، نخشى من هذا، وهذا خطر، أقسم أنه خطر شديد. إذا ما تم التعامل مع أو أصدر قرار يتجاوز هذا، سندخل في يعني كثير من الخبراء يتحدثون عن خطر هذه المرحلة، لأنه لن يقبل أبناء المناطق حتى في حال إنه يعني الاعتراف بالفاعلين غير المسمى فاعل للأكتور ستيت، بمعنى إنه لو تم الاعتراف بأن هناك أطراف غير الدولة في الشمال والجنوب، وأنه على هذه الجماعات أن تنضم شمالا جنوبا، هذا لن يتم، لأن هناك مشروع إمامي وهناك مشروع يدعو إلى فكر ارتباط. هذا سيدخلنا في مرحلة الصومال. مرحلة الصومال يعني 20 سنة، 25 سنة من وضع رخو. هذا يعني أنه إذا الأمم المتحدة أصدرت قرار، بالتالي ترجمت هذه المؤامرة عليها بشكل واسع. نحن لا نحتاج إلى قرارات، نحن نحتاج إلى تنفيذ قرارات. إيش المتغير الآن؟ المتغير التالي، دول التحالف مع المملكة العربية السعودية أصبحت في وضع إخلاقي صعب، يعني على المستوى الإخلاقي، على المستوى السياسي، على مستوى مصداقية حضورها الدولي، بمعنى أنه الآن السعودية أي فعل تقوم به المملكة العربية السعودية أصبح تحت المجهر، أصبح أي خطأ تحت المجهر، أصبحت القضية اليمنية فقدت عدالتها الوطنية، وفقدت عدالتها الدستورية، نظرا لماذا؟ لأن السعودية أصبحت بما حدث في اسطنبول تحت المجهر، هذا خطورة. هذا أدى بالقضية اليمنية أن أضعفت. ثانيا، الفريق الأيادي الناعمة والتابعة للحوثيين تتحرك في واشنطن، تتحرك هنا، هناك استهداف للمملكة العربية. بس أكمل بس فقرة صغيرة، هناك استهداف بغض النظر عن حادثة جمال خاشقجي، حتى إذا لم تتم كان ستتم هناك حادثة أخرى، وهناك لإبعاد نظر العالم عن لاستهداف المملكة وإيقاف المعارك في توقيت حتى لو لم تحدث كان هناك اتجاه. طيب الآن الشعب اليمني أو الجماهير اليمنية، نخبنا السياسية طبعا معنا لدينا حكومة. أنا عجبني واحد اليوم تحدث قال يعني إحنا متمسكين بربه فقط لأنه الخيار الآخر سلالي، يعني لم يتركوا لنا خيارات أخرى، إنه إحنا متمسكين بالسلطة هذه فقط لأنه الخيار البديل هذه الجماعة. نعم، بالتالي تمسكنا بهم ليس حبهم. بذلك اسمح لي دكتور قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، أن تنضم معنا رئيسة مبادرة مسار السلام رشا جرهم من نيويورك عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة رشا. أهلا وسهلا، أنا في أوتاوا مش نيويورك. مساء الخير جميعا. أهلا بك، أين أنت؟ في واشنطن. في أوتاوا كندا. ما كندا. عنديش فيزا. نعم. لأمريكا بسبب قرار ترامب. أها، إذا اعتقدنا أنك هناك بعد الإحاطة التي قدمتها، إذا كنت مشاركة في جلسة مجلس الأمن عن منظمات المجتمع المدني، ضعينا في صورة الجلسة بالأمس والبيان الذي طرحته على المجلس. البيان كان بيان يعني اختصر جهد النساء جميعا، احنا كنا مجموعة كبيرة من النساء اشتغلنا على البيان. نعم. وقررنا أن نحاول أن نعكس ما هي الأولويات اللي مؤثرة الآن في الواقع اليمني، وإيش مطالب الشعب، وإيش لازم نركز عليه. فالحمد لله استطعنا أعتقد أن نوصل صورة متزنة ونعكس المعاناة خصوصا الموجهة ضد النساء. يعني الحمد لله حصل له صدى كبير، ونحاول الآن نضغط أن يتبنوا خصوصا التوصيات في أي قرارات قادمة، لأن نعرف أن المجلس الآن بقيادة بريطانيا مقدمين على مسودة قرار. نعم. وهي تتمحور حول النقاط الخمس للمبادرة السابعة لرئيس الإغاثة في الأمم المتحدة، كانت تتمحور على خمس نقاط. النقطة الأولى كانت حول إيقاف النار بشكل عام، والنقطة الثانية وكانت مركزة أكثر على الإغاثة، يعني في نقطة على حماية إيصال الإغاثة، في نقطة كانت حول أعتقد استعادة يعني استقرار الاقتصاد وصرف الرواتب،
زيادة يعني الدعم الإغاثي وأيضا التعاون مع المبعوث. لكن أنا أحس أنه نحن نركز فقط، المجتمع الدولي فقط يركز على موضوع الأزمة الإنسانية غير كاف لحل المشكلة في اليمن. يعني أصبح أحس بعض الأحيان يتم مساجرة يعني مساجرة الأزمة الإنسانية أكثر من أنها فعلا سبب حقيقي يعني لمساعدة الناس، لأن كما تعرفي في هناك انحراف للمواد الإغاثية. وصلنا العديد من التقارير والأخبار أنه تباع هذه المواد في الأسواق بدل ما أن توزع على الناس. صحيح. بس أنها أزمة مفتعلة، طبعا أكيد موجودة الأزمة، ولكن أعتقد التعامل أو الاستجابة لها غير فاعلة. إذن يعني هناك من يتساءل أستاذة رشا أنك لم تذكري في حطتك أي إشارة لقرار مجلس الأمن 22/16، هل يعني تجدون في الحل أنه يجب أن يقفز على ذلك القرار؟ يعني الحل لن يكون نعم. نحن اللي عملناه أنه إحنا نظرنا إلى القرار 22/16، كان فيه إيجابيات وكان فيه فجوات. التوصيات أكدت على الإيجابيات في القرار 22/16 وغطت الفجوات اللي فيه. يعني لأنه المجتمع الدولي مش مستعد إنه يسمع إن إحنا لازلنا داعم، يعني إحنا كنشطاء مجتمع مدني عشان نوصل إلى مجلس الأمن لازم إلى حد ما نمشي مع حقهم التوجه والتفكير، ولكن إحنا بقدر المستطاع يعني قاومنا ووضعنا الموضوع بشكل ذكي ان احنا ما هو التوجه الذي تعنيه استاذ رشا؟ ما هو توجه يعني مثلا القرار 22/15 يتكلم على ايقاف تجنيد الاطفال، احنا ذكرنا هذه النقطه. يتكلم على الافراج عن المعتقلين، احنا تكلمنا على هذه النقطه. يتكلم على تسليم يعني نزع السلاح تسليما، تكلمنا وانسحاب واستعاده مؤسسات الدوله، تكلمنا عن هذه النقاط. الفجوات كانت خصوصا بالمشاركة. القرار 22/16 لا يذكر مشاركة النساء الآن في وضع يعني مفاوضة السلام، يتكلم على المشاركة لاحقا، يتكلم على المشاركة وقت المرحلة الانتقالية أو وقت الحوار. استخدم هذا القرار لكنه على الأقل أستاذ رشا يعني كان يعني ركيزته الأساسية إنهاء الانقلاب، يعني على الأقل لما لا يتم التحدث من هذه النقطة، أليس الحل الحقيقي أن ينهى الانقلاب فعليا؟ إذا في نية حقيقية لإنهاء الانقلاب كانوا أنهوا الانقلاب قبل بأسرع من مواضعنا. الآن إحنا لنا 4 سنين صحيح. جميع يتم بمساجرة معاناة الشعب، الجميع كله عنده مصالح تمام معينة. أصبح يعني العديد من الأطراف عبارة عن عندهم مصالح مرتبطة باستمرار الحرب. ما شعرت أنا عاد في طرف عنده مسؤولية وطنية فعلا لإنهاء الحرب. فبالتالي احنا معولين انه خلاص يتم لا تخلوش هذا القرار يصبح عذر. المفروض اللي اذا كانوا فعلا يريدون انهاء الحرب كانوا بينهوا الحرب. والمماطلة هذه اللي تحدث ايش يسموها بس تزيد من معاناة الشعب، لا الناس اللي في المناطق المحررة مرتاحين ولا الناس اللي تحت سيطرة الحوثي مرتاحين. طيب هل تتوقعي انه المشاورات القادمة ستفضي الى حل حقيقي؟ يعني بعد إحاطة المبعوث وذكر بانه يعني تلقى ضمانات لحضور الطرفين، يعني نحن نعلم تماما ان الاشكاليه ليست في الحضور، فقد حضروا اكثر من مشاورات، ولكن الاشكاليه في نتائج هذه المشاورات. هل تتوقعي نتائج مختلفه هذه المره؟ احنا في المبادره مسار السلام طبعا في مشاورات جنيف السابقه ارسلنا وفد نسوي مصغر من 4 نسوة. انطباعنا لحد الآن من العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وهذا للأسف أنا آسفة أنني مش متفائلة يعني على الموضوع، ولكن أنه أول شيء لما ننظر للأمم المتحدة وأدائها في المنطقة خلال آخر 10 سنوات لم تحقق اتفاقية سلام واحدة. أن إحنا كيمنيين نعول على دورها ونعطيهم حجم كبير، إحنا نضحك على أنفسنا. شوفوا سوريا، شوفوا العراق، شوفوا ليبيا. المفروض ما ننتظر في الأمم المتحدة تجي تحل لنا مشكلتنا. احنا محتاجين اول احنا كيمنيين
خصوصا القوى الان اللي المتحاربه بالحكومه او بالحوثيين او حتى يعني القوى الجنوبيه، لازم يكون شويه يعني يكبروا المصلحه الوطنيه ويجلسوا مع بعض. الحكومه يعني توجهها ان تلغي الطرف الجنوبي، خصوصا المطالبين باستعاده الدوله، ومركزين فقط على الحوثيين وعاملين انكار لهذه المشكله، وهم شركاء مع بعض في محاربه الحوثيين. والحوثيين احس انا كمان في انقسام بينهم الان، احس انهم كمان ممكن يكون عندهم الى حد ما توجه الى السلام، لكن هناك كمان قوى منهم متطرفه جدا يريدون الاستمرار بالسيطره. نعم. فاعتقد احنا الان محتاجين انه العقل اليمني، الحكمه اليمنيه اللي كانوا يتكلموا عليها الان لازم تجي، ولازم انه خلاص الناس تجلس مع بعض بكل الاختلافات، يجلسوا مع بعض من غير اي قوى اقليميه او قوى دوليه. يعني نعم. يعني الناس تفاوضوا مع داعش في العراق، يعني نزلوا مع داعش في مناطق معينه، تحاربوا معهم في مناطق معينه، تفاوضوا معهم عشان الانسحاب. احنا ما نقدرش كيمنيين نجلس مع بعض، خلاص 4 سنين اعتقد انه طالت الحرب. اذا شكرا جزيلا لك رشا جرهم رئيسه مبادره مسار السلام، كنت معنا عبر الهاتف من كندا. ما رايك استاذ دكتور عبد الباقي، يعني ربما تتفقوا في نقطه ان الحل ليس في الامم المتحده، لو كان هناك حل ستقدمه الامم المتحده كان ستقدمه منذ زمن، ما رايك؟ لا لا لا، ليس لي، نحن مختلفان جملة وتفصيلة في الحديث، لها خطابها ولي خطابي. يعني نحن نتحدث عن الذي يتحدث عن حديث عن حل يمني، نحن أمام وضع معقد، المجتمع الدولي مغذي للمحلي. يعني عندما نتحدث عن لقاء يمنيين، لدينا جماعات ما قبل وطنية، يعني هناك عندما الآن يتحدثون عن أن الحوثيين يلتقون في حوار فصل الشمال على الجنوب وعودة الحكم الإمامي لليمن. الحراك الجنوبي يتحرك حول فك ارتباط الجنوب و فصلها عن الشمال والعودة إلى ما قبل 90. بقية المجتمع اليمني يتحدث عن مشروع، وهنا من هنا ومن هناك في طبعا جوانب. نعم، يعني هذا ربما، يعني هي ربما لم توضح تماما، هي قالت أن الجميع لديه مشاريعه الخاصة، يجب الآن أن ينظروا إلى مصلحة الوطن، يعني يغلبوا مصلحة الوطن وطن عن، يعني هي قالت أنها تشعر أن الجميع يريد لهذه الحرب ألا تنتهي. طيب هذا احنا لا اتحدث معها كطرف، لكن دعنا نتحدث موضوعيا. المساله اليمنيه لم تعد مساله وطنيه، يعني مساله محليه. نحن الان امام تدخل اقليمي بمبادره خليجيه بقرارات مجلس امن، باصبح اليمن تحت الفصل السابع. بالتالي كيف يمكن لنا ان نوجد حراك من الداخل لتفعيل ما تم إصداره في السابق؟ نحن لسنا بحاجة إلى قرارات. طيب. المجتمع الغربي يريد بقاء المعركة، هناك بيع سلاح، يعني يستفيد من بيع السلاح لدول التحالف، يستفيد من استنفاذ ومجهود وقوة وتعزيز مكانة إيران وإقلاق المنطقة. المجتمع الإقليمي اللي هو الإمارات والسعودية لديها مصالح في إضعاف السلطة وإيجاد أنابيب غاز ونفط من المنطقة الشرقية، من الاستيلاء على المراكز. الغائب في هذا الموضوع الغائب السلطة الشرعية والمجتمع والجماعات الوطنية في الداخل. يعني إحنا الآن لدينا غياب أحزاب سياسية، لدينا غياب للجماعات الوطنية التي تعمل نوع من الذي غيبها؟ هل غيبت أم هي التي اختارت هذا الغياب؟ من؟ هل غيبت هذه الجماعات والاحزاب؟ هي اختارت يعني في امكانيه انها تعود، لانه هي غيبت، تم اضعافها، حوصرت جغرافيا، ربطت مصيرها مثلها مثل السلطه في دول التحالف، اصبحنا منقسمين بين يعني بين قطر والسعوديه والامارات، يعني هناك انفصال، انفصلنا معهم على حساب القضيه الوطنيه.
دخلنا في الصراع الخليجي، دخلنا في يعني الآن السلطة الشرعية بعض الأحزاب متموضعة مع المملكة العربية السعودية والإمارات بغض النظر عن القضية الوطنية، بغض النظر عن مصالحنا الوطنية، خلاص نحن نصطف هنا، الآخرين اللي هم معارضين يصطفون هنا بغض النظر عن أنه نحن نوقف مع الحوثيين أو نوقف ضد الحوثيين، نحن مع هذا الطرف، بالتالي هذا على حسب قضيتنا. دعنا من الحديث العاطفي، الوضع الآن المجتمع الدولي هناك توجهات لعمل تشكيل منطقة الشرق الأوسط الجديد، هذا يتعلق بحصار إيران مع بقائها، حصار إيران مع بقائها، بقائها لاحظ الآن ما حدث في الحديدة، ضغط دولي لإيقاف المعركة حتى لا يتم يعني سيطرة الدول التحالف. رغم أني أقول هنا بشكل واضح أن هل نحن استفدنا من ميناء عدن؟ لم نستفيد من ميناء عدن ولا من مطار عدن، لم نستفيد من عودة ميناء المخا، ولن نستفيد من ميناء الحديدة، ولا من عودة الساحل الغربي. يعني نحن يعني أعادوا عدن كعاصمة مؤقتة دول التحالف ولم تحدث فارق، بالعكس أعادوا عدن، طردوا أبناء الشمال، طردوا السلطة الشرعية، بالتالي لم نستفيد من هذا. ثم جاءت دول التحالف دخلت إلى المخا، لم يستفيد أبناء تعز، بالعكس يعني أخذوا ولم نستفيد منه، لم نستفيد من 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 بقاء سقطرة وشبوة بعيد عن الحوثيين، قاموا استولوا على سقطرة وشبوة، والآن سيستعيدون الساحل الغربي، ولن يستفيد الشعب اليمني. بقت قطاع تعز يعني حصار نص بنص، ومأرب قطاع منفصل، يعني تعز ومأرب قطاع منفصل، أحدهم محاصر. بالتالي السلطة الشرعية تفتقد إلى ماذا؟ تفتقد إلى الآن أنا اللي أخشاه والذي يقلقني الآن، أي قرار يعني تحت مبررات إنسانية، إيقاف المعارك، مش عارف إيش المساعدات الرباعية، أي قرار يقطع مع القرار 2016، يعني عمليا دخلنا في مرحلة الصوملة. لذلك يعني نحن في مرحلة خطرة، نحن ليس بحاجة إلى قرارات فلسطين، عودة فلسطين لا تحتاج إلى قرار جديد، لا تحتاج إلى هناك قرارات، ما في، مع ذلك في هناك قرارات مجلس الأمن ونقلت السفارات إلى القدس وهذا مخالف. واليمن الأمر في غاية الوضوح، الآن الحديث كله المشكلة اليمن أصبحت إنسانية، مشكلة اليمن إنسانية بسبب، لكن هناك بسبب قضية أخرى لما إذن ينظر للمشكلة كوضع إنساني؟ يعني الوضع الإنساني لافتة المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب، يعني وكأنه هذه الحرب هي ليست نتيجة انقلاب أدى إلى كل هذا الوضع الإنساني السيء. طبعا لما حد يسمعني الآن بيعتقد أنه أنا مع الحرب للحرب، يعني وهذا أرجو أن لا يفهمني، نحن كنا يعني ندرك هكذا من ليس كعلم غيب، من خلال دراسة الأمريكان أنهم هذه المعركة لابد أن تطول، وبالتالي إطالة المعركة السلطة الشرعية سلمت أمرها لمين؟ لدول التحالف. دول التحالف كانت تلتقي مع المجتمع الغربي بإطالة الحرب، كانت تلتقي مع هذا، لأنه إطالة الحرب يعني ماذا؟ يعني أنها تضعف السلطة، يعني تسيطر، تجيب جماعة تابعة لها، تجفف منابع المال على الحكومة بحيث أنه يصبح تظل أسيرة لها، مرتبة الوزراء، مرتبة الوكلاء، مرتبة مش كله من دول التحالف. بالتالي أن تصبح موقفك، لو قلت تأخذ موقف دول التحالف، إذا كنا إحنا الصحفيين الآن نعمل مقابلات، تمت مقاطعتنا من القنوات. لماذا؟ إحنا لسنا سياسيين، إحنا مجرد محللين محايدين، لابد أن تكون يا مع هذا يا مع هذا. يعني أنت تحب تطلع في أي قناة من القنوات الموجودة في الساحة لك موقف، ونحن مستقلين، ما بالك بالسلطة الشرعية وعندناش مرتبات، فقط يحاصرك في قائمة سوداء بالمقابلات. كما السلطة الشرعية هناك أيضا لاحظي أيام الأزمة طلبوا منهم مواقف، بالتالي أنت جعلت من السلطة اليمنية السياسية تبع السلطة، دخلت في الفخ، سلمت أمرها. نحن كنا ندرك أنه معركة اليمن حتطول، الهدف منها تأسيس حزب الله في السعودية، بقاء اليمن لعقد أو عقدين صومال عشان تستنزف المملكة ودول التحالف، وإيران تكون موجودة. وهل يقبلون على أنفسهم هذا الوضع؟ هم اتبعوا سياسة الإمارات العربية المتحدة
لها كوكيل، لأنه أنت تحاول تقدم نفسها للمجتمع الدولي أنها ستقوم بثورات مضادة ضد الأخوان المسلمين، وستقوم بمشروع على الشرق الأوسط الكبير، وسيتم إدماج إسرائيل في إطار أنها حليف المنطقة العربية، في إطار الناتو السني لمواجهة الخطر الإيراني. يعني هؤلاء وكلاء أصبحوا للأمريكان. لذلك تلاحظي أنه سلم الملف اليمني للإمارات والسعودية. السعودية كانت تعتقد أنه، وهذا الكلام يعني دائما أكرره، كانوا يعتقدوا أنهم سيقومون بتقسيم اليمن إلى جزئين، سيتم إضعاف الحوثيين والإصلاح وجماعة صالح بما فيهم داخل منطقة تعز. والآن منطقة تعز الآن اليوم هناك عمليات اغتيالات، وهناك تفجير للوضع، وهناك يعني استهداف المدينة، بحيث أنه يتم القضاء على الإصلاح والحوثيين وجماعة الملكيين والجمهوريين داخل هذه المدينة خلال هذه الفترة من انفصال الجنوب. وبالتالي لكن جاءت الظروف حق اسطنبول أوقفت المعركة، وهم ما زالوا مطولين. طيب الآن نحن كيف نهرب؟ نهرب أنه يمكن للسلطة الشرعية أن تحضر مؤتمر السلام بشروطها ومرجعيتها، وألا تتنازل، رغم أن احنا يعني التنازل عن المرجعية الثلاث، يعني أي قرار هناك تحذيرات من سياسيين، يعني هذا ربما ما يتم الإعلان عنه، لكن في وقت المشاورات لا ندري ما الذي سيحدث بالضبط. ما هي الضمانات برأيك التي تلقاها المبعوث الأممي بوجود جميع الأطراف؟ أقول لك بصراحة الضمانات أن الحوثيين بيحضروا، حضور الحوثيين يعني إيقاف المعارك، إعادة ترتيب معسكراتهم، السيطرة الواقعة على الواقع، وسيعودون للمعركة. هذه جماعة يعني إحنا نقولها ليس من باب حريص، هذه جماعة ما عندهاش مطالب سياسية. في فرق بين جماعة لها مطالب سياسية أو شعارات بظلم، مثلاً إنه يقول لك إنه إحنا مثلاً مطالب أبناء الحديدة، مطالب أبناء تعز، مطالب المحويت، يقول لك المحويت نحن يعني ما عندناش تنمية ومش عارف إيه، وإحنا مظلومين، وأبناء تعز يقول لك إحنا طبقة مثقفة وعندنا أطباء لكن مش ممثلين وإلى آخره، أبناء حضرموت أو عدن. هذه مطالب سياسية، لكن في مطلبين خطيرين لا علاقة لهم ترتيب وطن. هذا من جماعة يقول لك إحنا الأحق بالسلطة، وأنه يعني الحاكم محصور في البطنين، وبالتالي كيف تتحاور مع جماعة بهذه الشاكلة؟ جماعة ما عندهاش مثلا تقول لك أنا أحب نسبة كذا. حتى لو يحب نسبة، شوفي الآن حزب الله الآن في لبنان ماذا يفعل؟ الحكومة لم تتأسس. يعني حتى لو قبلنا بالمشروع حق وزير الدفاع الأمريكي وقبلوا، سيظل اللي هو أنصار الله حزب الله نفس المسمى، سيظل يكون قرار اليمن يكون عبد الملك الحوثي يطلع من صعدة يلقي خطاب عشان يحدد إيش المطلوب، إيش الأجندة، كما يعمل نصر الله. وسيتم تأسيس حزب الله في السعودية تمهيدا لعودة المهدي المنتظر من مكة، وسيوجد جماعة كما الآن لو تابعتي في وسائل الاتصال يتواصلوا مع الحسين بالتليفون. بالتالي اليمنيين، أين الحل باليمن؟ نحن لا نخرج عن الحل. الحل إنه إحنا السلطة الشرعية عليها أن تستميت على الأقل، أن تتمسك بالمرجعيات الثلاث. يعني إحنا كنا رافضين للمرجعيات في السابق، لكن شوف تأجيل المعارك، كنا نقول أن الاعتراف بالحوثيين كطرف نزاع رافضين. الآن والاعتراف به كطرف يحضر في المشاورات أيضا، يعني الآن نحن أمام ليس طرف، نحن أمام فاعل بيسمون نان أكتور ستيت، يعني أخطر من 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 كوني طرف. زمان كان علي كان صالح والحوثي والسلطة الشرعية وبقية الأطراف. الآن نحن الأخ المبعوث الجديد يستعمل الحراك الجنوبي، سيدخل في المستقبل كنان أكتور ستيت، نان أكتور ستيت معنا سلطة وهمية ستسلم السلطة. نعم. هذا يعني إنه الشعب اليمني اللي يقبل هذا، يعني إنه ندخل في معركة طاحنة. لذلك وحتى أبناء المناطق الجنوبية والحراك الجنوبي يمكن له أن يعيد مخرجات الحوار غير مقدسة، بمعنى أنه يمكن بعد نتحاور إذا ما أن تشكل بعض يعني نحن الآن أمام خطر شديد، بمعنى أنه أي تغيير في هذه المرحلة للمرجعية، يعني
حيكون في معك في تعز وفي عدن وفي مواد اخرى رافضين لحكم الامامه. نعم. ورافضين لانفصال القانون. نعود لهذه النقاط دكتور، ولكن بعد ان ينضم معنا عبر الهاتف مختار الرحبي مستشار وزير الاعلام من الرياض. مساء الخير استاذ مختار. استاذ مختار هل تسمعني؟ لا الرقم ما كانش يتصل لي الانترنت. نعم هل تسمعني الان؟ إذا سنحاول التواصل بك من جديد أستاذ مختار. إذا دكتور، يعني منذ أزمة خاشقجية الضغط الدولي ضد السعودية نعلم أنه ازداد، ارتفعت الأصوات الدولية ضدها فيما يخص الملف اليمني والمطالبة بإنهاء الحرب. إذا ما هو الأساس الذي يعني يتحدث به المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب ولحل المشكلة اليمنية؟ هناك توافق بين المجتمع الدولي والمجتمع والدول الإقليمية، يعني بمعنى أن المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وحتى بما في أوروبا مع الوضعية الحالية، الإمارات لا تخسر بل مستفيدة من هذا من أي إيجاد سلام، لأن السلام بمعنى أنه الحوثيين حيكونوا في صنعاء وهم مسيطرين على ميناء عدن وأخذوا أنبوب النفط في منطقة شبوة، سلطة شرعية ضعيفة، عدم وصول جماعات الثورة الشبابية إلى السلطة، هذا يلتقي معهم، يلتقي مع دول التحالف. الخطير أين؟ الخطير أننا يعني دول التحالف وبالذات السعودية اللي هي أكثر خطر من الإمارات، الآن إذا كان في نيات صادقة أو في إدراك لخطر القادم تسلم المهمة للجيش الوطني اليمني، يعني إذا كانوا صادقين أو مش صادقين، إذا أدركوا حجم الخطر القادم على السعودية في حال حافظوا على الحوثيين بهذه القوة. الآن مثلا حتى لو في حصار على السعودية في ضغط إخلاقي وفقدان العدالة، الآن تسلم المهمة للجيش الوطني للسلطة الشرعية يقوم بمهماته في إطار سلطة شرعية جماعات متمردة، يعني الجيش اليمني يقوم بالعمليات العسكرية، الجيش اليمني يتقدم في 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 الحديدة، الجيش اليمني يتقدم في مأرب صعدة. نعم. إذن سأعود إليك، لقد عاد إلينا السيد مختار. مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام من الرياض، مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك استاذ مختار، كيف تابعت احاطه المبعوث الاممي امام مجلس الامن بالامس؟ انا تابعتها ووجدت ان المبعوث الدولي او الاممي متفائل لدرجه كبيره، حتى انه تفائل انه سياتي مع الوفد الانقلابيين من صنعاء للمشاركه في المشاورات التي كان تم الإعلان أنها تأخرت، لكن يبدو أن التجهيزات والترتيبات قائمة على قدم وساق لكي تكون في نهاية نوفمبر شهرنا الحالي. بالتالي أقول أن المبعوث الأممي يبحث عن يعني يبحث عن نجاح إضافي لرصيده، أما نحن كيمنيين لسنا متفائلين بالحل السياسي لأننا جربنا مع هذه الميليشيات مشاورات في جنيف واحد واثنين وكذلك في الكويت ولم نخرج معهم إلى حل ينهي انقلابهم، هم يريدون أن يراوغوا ويريدون أن يكسبوا مزيدا من الوقت. نعم. هل أوراقهم وليتخلصوا من الضغوطات التي أو الهزائم التي منيوا بها في الحديدة وبعض المناطق الأخرى والجبهات المفتوحة الأخرى. نعم. إذن هل يعني نفهم أن النجاح بالنسبة للمبعوث الأممي هو فقط حضور الميليشيا على طاولة المفاوضات وما بعده ليس مهما؟ هل فقط هو يريد فقط التقاءكم على طاولة المفاوضات ثم يعني إن تم الاتفاق أو لا يتم ذلك أمر آخر؟ للأسف الشديد أن هذا يعني للأسف الشديد أصبح أن حضورهم والاجتماع في مشاورات أو في مفاوضات نسميها للأسف أصبح يعتبر انتصار للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، مع أن المجتمع الدولي كان حاضر في كافة المشاورات السابقة التي كنا قد وصلنا معهم إلى بعض الحلول في بناء الثقة، منها إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق النار والتصعيد وغيرها من
التي تم الاتفاق عليها وهي كانت كلها بناء ثقة. الآن سنبدأ من جديد لبناء ثقة، وأنا أعتقد أن الميليشيات التي لم تقدم تنازلات في السابق لن تقدم تنازلات في قادم الأيام. أتذكر أن أحد قيادة الحوثي في جنيف 2 تحدث بكل صراحة وتحدث وقال أننا سوف نقاتلكم حتى لو كنا نمتلك كيلومتر واحد فقط سنقاتلكم عليه. بالتالي هذه الجماعة للأسف الشديد لا تؤمن بالحل السياسي ولا تؤمن بالمشاورات، ونحن تحدثنا كثيرا، لكن المجتمع الدولي يضغط على الحكومة ولا يمارس نفس الضغوطات على الطرف الانقلابي. نعم، إذا بخصوص موضوع الحديدة، هل ترى أن الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي قد شكل أو لعب دورا سياسيا متفقا أو لمصلحة ميليشيا الحوثي؟ هو لا نستطيع أن نقول أنه في صالحهم 100%، لكن المجتمع الدولي بما فيها بريطانيا وأمريكا وكذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضغط على الحكومة وعلى التحالف من أجل إيقاف المعركة، وهذا الإيقاف هو في صالح الميليشيات شئنا أو أبينا، كان بقصد أو بدون قصد، لأن الحكومة والتحالف كان قد تخطى مناطق شاسعة خلال الأيام الماضية، ولكن هذا إيقاف المعركة هو يأتي في صالح الطرف الآخر، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها أو يتم الحديث عنه صراحة أنه دعما للميليشيات الحوثية، لكن نحن كيمنيين نعرف أن إيقاف المعركة في هذه اللحظة في هذا التاريخ بالذات وفي هذا التوقيت بالذات هو بمثابة إنقاذ للميليشيات الإنقلابية التي كانت يعني أو التي كانت الحديدة على قاب قوسين أو أدنى من أن يتم تحرير مناطق شاسعة منها وحصر وحشر الميليشيات الحوثية في مناطق محددة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن دكتور، يعني نحن نتحدث عن المبعوث الأممي، عن موافقة الحوثيين من عدمها، عن المجتمع الدولي، عن التحالف، برأيك أين الحكومة الشرعية والرئيس هادي من كل ذلك؟ يعني لما لا نجد أي موقف يتخذ من قبلهم؟ يعني وكأنهم فقط ينتظرون تعالوا إلى المشاورات في الوقت المحدد فيلبوا فورا. أعتقد أن الذي يقرر الآن يعني الذهاب من عدم الذهاب اللي تقرره دول التحالف، دول التحالف في موقف صعب على المستوى الدولي، لكن أيضا في موقف طالما أنه الحوثيين خارج المناطق الجنوبية هم ليس في موقف صعب، ما عدا السعودية التي مراهنة على إضعاف الحوثيين في معارك طاحنة، يعني عندهم ضمانات أنهم سيتم شيطنة بعض المناطق وبالتالي سيضعفون الحوثيين، وهذا خيال، يعني هذا حلم كما كانوا يحلمون، يعني أن التوازن صالح الحوثيين. الحوثيين الآن قاموا بتصفية الحليف صالح ولم يذهبوا إلى مشاورات، وهم طرف ثنائي الآن، طرف أوحد لديه ما تبقى من تراث الدولة ومن سلاحه، مسيطر، المجتمع الدولي يحافظ عليهم، لدينا الإمارات. يعني الآن لو كان دول التحالف صادقة، الآن اللي يضرب من اللي يضرب خنجره في ظهرنا أو يلقي بخنجر، الإمارات العربية المتحدة تضعف السلطة الشرعية، تبعدها عن الجغرافيا، تجعل من رئيس حكومة سكرتير لدول التحالف، تجد قوات يعني إيجاد ميليشيات لا تخضع الوزير الدفاع والداخلية، تأخذ الجيش الوطني نحو معارك في الساحل الغربي لاستنزافه وإضعافه وإبعاده عن العاصمة عدن، حتى لواء العمالقة هناك شكوك في أن الهدف من هذه المعارك وإبعاده عن العاصمة عدن لاستنزافه وإضعافه في معارك متقطعة وليس في إطار استعادة الساحل الغربي، هناك شكوك عليهم أن يبددوا هذه الشكوك لداخلنا. يعني الآن يأخذ الجيش الموالي للجمهورية ورئيس الجمهورية في معارك متقطعة. لا. لذلك الحوثيين الآن طرف سيتم تجديد شرعيتهم، يعني الآن الحوثيين سيذهبون للمفاوضات، لماذا؟ المجتمع الدولي معهم، السعودية في موقف إخلاقي، الإمارات اختفت مع الأزمة الأخيرة لم نسمع لها صوت، لأن ملفها سيفتح بعد السعودية، ملف المرتزقة والاغتيالات سيأتي له قريبا بعد السعودية، سيتم استنزاف الإمارات، الإمارات ولا نسمع لها الآن صوت، الآن كل الجبهات على السعودية، السعودية الآن موقفها ضعيف
لأنها مستهدف ولي العهد، مستهدف النظام في السعودية وهرميته، حتى بما فيه يعني ما يسمى منظومة الملك سليمان بكامله، سلمان بكامله. إذا ما ذهبنا إلى مفاوضات، هناك تجديد للحوثيين كطرف أوحد، كطرف أوحد على السلطة الشرعية، يعني نقول عليها على الأحزاب السياسية وما بتبقى من القوى الوطنية أن نضغط وألا نقبل، لو سمحتي بس ألا نقبل القطع مع المرجعات الثلاث، وعلى أبناء تعز، على أبناء تعز رسالة سريعة ألا يكونوا حلب أو الموصل، وعليهم أن يترفعوا وأن يعرفوا أن منطقة استنزاف الجماعات المخطط لها في هذه المدينة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله.